السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار من قناة المكلا. والبداية نستهلها بالعناوين. المحافظ البحسني ورئاسة مؤتمر حضرموت يناقشون عددا من القضايا. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم معدات لمؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن. التضامن يكمل عقد الفرق المتأهلة لدور الأربعة من بطولة التحرير الكروية لأندية الساحل. من الإجازة للتفصيل، أهلا بكم. عقدت رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع مساء أمس لقاء بمحافظ محافظة حضرموت قائد منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني. وفي مستهل اللقاء رحب محافظ حضرموت بقيادة رئاسة المؤتمر الجامع شاكرا لهم جهدهم ومشاركتهم في تقديم المشورة والمقترحات القيمة باعتبارها أحد أشكال التعاون والتكاتف للحفاظ على ما تحقق من نجاحات أسوة سواء خدمية أو أمنية وتطويرها ومواجهة التحديات والإخفاقات كافة. وأشار المحافظ إلى أن السلطة تنظر بإيجابية للمؤتمر الجامع بوصفه تجربة استثنائية رائدة جاءت للم الشمل وجمع كل المكونات ومختلف شرائح المجتمع، مؤكدا بأن كل ما يخدم حضرموت ومصلحة أبنائها وحقوقهم مرحب به. وخلال اللقاء أطلعت رئاسة المؤتمر المحافظ على نتائج أعمال الدورة الثالثة للهيئة العليا وما ناقشته من قضايا خدمية وأمنية والقرارات التي ضمت البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة. كما ناقش اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بالخدمات الأساسية، وكذا مناقشة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي والذي تعود أسبابه لشحة الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء. وفي ختام اللقاء اقترح الحاضرون عقد لقاء مشترك يضم المسؤولون في الكهرباء وشركة النفط ومستوردي المشتقات النفطية لإيجاد معالجات للإشكاليات القائمة وتوفير احتياجات خدمة الكهرباء خلال فترة الصيف القادم. استقبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير وفدا من المستثمرين العرب بمقره بفوة. وعرض المهندس بابحير جميع المشاريع والدراسات والأبحاث التي تم تنفيذها سابقا من قبل البعثات والشركات الأجنبية والطاقم الجيولوجي المحلي لجميع المعادن، كما حثهم على إنشاء ميناء بحري تعديني وذلك بالتنسيق مع مؤسسة موانئ البحر العربي من أجل فتح أرصفة جديدة لتخفيف العبء في تصدير الخامات المعدنية عبر ميناء المكلا. من جانبهم أبدى الأشقاء استعدادهم للدعم والمساهمة في إنشاء الميناء لتصدير الخامات المعدنية وفتح مناجم جديدة في مجال أحجار الزينة والبناء والصخور الصناعية. ضبط فريق هيئة الرصد والمتابعة الجيولوجية عددا من المخالفين في الاستخراج العشوائي للمعادن الجيولوجية بمنطقة خلف بالمكلا. وأشار مدير عام مساحة الجيولوجيا والثروات المعدنية بحضرموت المهندس صلاح بابحير أن القانون سيطبق على كل المخالفين من المستثمرين وغيرهم الذين يتلاعبون بالقانون ويتهربون من دفع الرسوم، وذلك بإلزامهم استخراج ترخيص حسب قانون المناجم والمحاجر، مؤكدا بأن عملية الضبط تعتبر الثالثة خلال هذه الشهرين في رصد الفريق عملية الاستخراج العشوائي للمعادن الجيولوجية التي تستخرج من أرض الدولة بدون أي شروط أو حدود. عقد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال عبدون صباح اليوم اجتماعا لقيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، ناقش فيه مستوى العملية الفنية والإدارية والتعليمية لرياض الأطفال بمديرية الساحل. وأكد عبدون على أهمية تضافر الجهود من أجل استكمال نجاح سير العملية التعليمية في رياض الأطفال فيما تبقى من العام الدراسي الحالي، مبينا أن قيادة مكتب التربية أعطت إدارات رياض الأطفال جل الرعاية والاهتمام في الارتقاء بتحسين جودة مخرجات الرياض لمدارس التعليم، لافتا بأن المقرر المنهجي الحالي لرياض الأطفال هو منهج تجريبي وسيتم تطويره ليكون منهجا أساسيا عاما. وشدد عبدون على ضرورة الإشراف والمتابعة من قبل قيادة إدارة الرياض والمربيات للخطط الفنية والمنهجية ومراقبة سلوكيات الأطفال، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للرياض في معرض الوسائل التعليمية الذي سيقام صبيحة يوم الأربعاء القادم بمدينة المكلا لنجاح مجمل المشاركات في المسابقات اللاصفية. دشن صباح اليوم العامد الركن سالم الخنبشي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت برنامج الجندي المثالي المقام بمعسكر نجدة،
وفي عملية التدشين الذي حضرها العقيد صلاح المجري قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق والمحامي مصعب الفضلي ممثل مؤسسة شباب حضرموت التوعوية، تحدث العميد الخنبشي في مستهل كلمته شاكرا المؤسسة على تبنيها تنفيذ البرنامج التدريبي آملا من رجال الأمن والشرطة الاستفادة القصوى من البرنامج، موجها لهم العديد من الملاحظات التوجيهية التي تساعد في رفع كفاءة العامل الأمني بين رجال الأمن والمواطن ورفع الجانب المعنوي لهم. بدوره شكر ممثل مؤسسة شباب حضرموت التوعوية وضابط المشروع المحامي مصعب الفضلي مدير الأمن لإتاحة لهم هذه الفرصة للمساهمة في الإعداد المثالي لجندي الأمن من الناحية الفكرية والذهنية. واختتم التدشين بعرض لعبة التيكواندو نفذه أفراد من قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق، وكذا افتتاح قاعة محاضرات خاصة بشرطة الدوريات وأمن الطرق التي قامت المؤسسة بصيانتها. جرى صباح اليوم بديوان مديرية الشحر فتح مظاريف عطاءات المقاولين المتقدمين لمشروع ترميم وإعادة تأهيل مباني وحدة الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة. وعقب فتح المظاريف شكر المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين برزير جهود اللواء الركن فرج سليمين البحسني محافظ محافظة حضرموت لما يقوم به من متابعات للمشاريع في محافظة حضرموت عامة ومديرية الشحر خاصة، لافتا لأن تنفيذ مشاريع خدمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خطوة إيجابية ستسهم في دفع بعجلة التنمية وتطبيع الحياة في عموم المحافظة. يأتي هذا في إطار توجيهات المحافظ البحسني لإعادة ترميم المباني الحكومية المتضررة من أحداث تحرير مدن الساحل من قبضة تنظيم القاعدة. احتفل قسم التدريب والتطوير بشركة بتروماسيل اليوم بتخرج أول دفعة طلابية من جامعة حضرموت الذين تلقوا تدريبا تطبيقيا مكثفا خلال أسبوعين. وفي الحفل الذي أقيم في قطاع 14 أكد نائب المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعمال المهندس محمد بن نبهان أن شركة بتروماسيلة هي صاحبة المبادرة لإعادة تفعيل برنامج التدريب للطلاب رغم صعوبة الظروف التي تمر بها الشركة والأوضاع في البلاد. من جانب آخر أشار الطلاب إلى أن التطبيق في الشركة زودهم بالثقة وعمل على تقوية الجانب المعرفي لديهم ووضع أسس صلبة لبناء مشوارهم المهني في المستقبل، مشيرين إلى ما تقدمه الشركة من خدمات جلية لمناطق الامتياز واهتمامها ورعايتها لمناطق الامتياز في مختلف القطاعات والمجالات التنموية. وفي ختام الحفل وزعت شهادات إكمال تدريب للطلاب المتدربين في المجال النفطي. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معدات جديدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة عدن، وشملت المعدات 6 لوحات تحكم لمضخات الصرف الصحي. وأشاد محمد الشاذلي وكيل محافظة عدن بدعم دولة الإمارات لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة من خلال ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي الذي بدأ منذ 3 سنوات جاهدا في انتشال المؤسسة من الوضع الصعب الذي كانت تعيشه، مؤكدا أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في النهوض بعمل المؤسسة سواء في مجال المياه أو الصرف الصحي. من جانبه أوضح المهندس علوي المحضار مدير المؤسسة أن المعدات التي تم استلامها في العام الماضي تم تركيبها في 3 حقول وهو ما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للمياه. أكمل فريق التضامن لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة لدور 4 من بطولة التحرير الكروية لأندية الساحل أثر فوزه المستحق على حساب فريق وحدة شحير بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراتهم عصر اليوم على ملعب بارادم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. سجل فريق نادي التضامن لكرة القدم فوزا مستحقا ومعنويا على حساب ضيفه فريق وحدة شحير 4 أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين التي جرت عصر اليوم على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في آخر مواجهات دور 8 لبطولة التحرير لأندية ساحل حضرموت التي يرعاها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية 2 ويشرف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة وينظمها اتحاد كرة القدم بالساحل. وبها أكمل التضامن عقد الفرق المتأهلة لدور 4 من المسابقة إلى جانب شعب حضرموت ونصر بروم ونهضة الريدة، إذ سجلت أهداف التضامن عن طريق المهاجمين للفريق محمد أحمد العبيدي الذي سجل هاتريك ومحسن بابسر هدفا، فيما جاء هدف لفريق وحدة شحير عن طريق اللاعب منصور سعيد دحدح. أدار المباراة في الساحة عادل الرداعي وساعده على الخطوط عمر مرعي وحمد القدري ورابعا طارق بن همام ومراقب
مراقبا أنور سعد الله الرباكي ومقيما للحكام محمد عفيف العمودي ومن الطب الرياضي محمد كرامة عبد. إلى مواجهات دور الأربعة حيث تلعب عصر الجمعة الموافقة 13 من إبريل مباراة نصر بروم مع نهضة الريدة، فيما يتلاقى شعب حضرموت والتضامن في مباراة تسبق النهائي عصر السبت الموافقة 14 من إبريل على ملعب الفقيد باراد بالمكلا. لقناة المكلا فادي حقان. بهذا وصلنا وإياكم لختام منشأتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المحافظ البحسني ورئاسة مؤتمر حضرموت يناقشون عددا من القضايا. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم معدات لمؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن. التضامن يكمل عقد الفرق المتأهلة لدور الأربعة من بطولة التحرير الكروية لأندية الساحل. وصلنا وإياكم لختام النشرة، دمتم في أمان الله.